بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إنها مصيبة عظيمة للوطن، للقيم، للأخلاق، للأمة، ليست مصيبة فقط لعائلات هؤلاء الشهداء، إنها مصيبة لهذا العالم الذي تخلى عن قيمه، ولهذه الأمة التي سمحت لهؤلاء الطغاة بأن يجثموا على صدورها طويلا. إنها مصيبة لشعبنا الأبي بشيعته وسنته، الشعب الأصيل الأصلي الذي يعاني من الخليفيين، سواء كان هذا الشعب شيعيا أم سنيا. إنها مصيبة لأن هؤلاء الذين قتلوا عباس السميع وسامي مشامع وعلي السنقيس ستمتد أيديهم إلى كل حر أبي يرفع يديه، يرفع صوته، يرفع هتافه، يريد تغييرا حقيقيا لكي يعيش آمنا مطمئنا حرا في بلده. القتل الذي جرى هذا اليوم إنما هو عدوان على الإنسانية وعلى القيم وعلى الأخلاق وعلى الدين. فهؤلاء الذين تربعوا على كرسي الحكم أو على كرسي القضاء، أو الذين شاركوا في إصدار الحكم، أو هذا الطاغية الدكتاتور الذي وقع عليه، جميعا مشتركون في الجرم، وهي جريمة كما ذكرت ليست مختصة بعائلات هؤلاء الشهداء، وإن كانت هذه العائلات هي الأكثر افتجاعا، لكنها مصيبة للجميع، مصيبة للأخلاق والقيم. ولذلك فإننا نهيب بكل مواطن غيور، بكل من ينتمي لأرض البحرين الطاهرة التي دنسها الخليفيون باحتلالهم، نهيب بالجميع أن يتماسكوا، أن يتكاتفوا، أن يقفوا صفا واحدا ضد الاحتلال الخليفي، وضد الاحتلال السعودي، وضد الوجود الإماراتي، وضد استخدام الشرطة الباكستانية، وضد القواعد الأجنبية. هذا هو الموقف الذي يجب أن نتخذه ونتفق عليه جميعا. ولقد مضت عقود على هذا النظام ولم يرى لا الشيعة ولا السنة إلا الظلم والقهر والاستعباد. مدن بأكملها، جزر كاملة، أم النعسان، أم الصبان، جدة، كلها محتلة من قبل هؤلاء الخليفيين. جزر حوار التي استعادتها البحرين من قطر هي تحت احتلال الطاغية الدكتاتور حمد. أما المواطنون فإن الأرض تضيق بهم يوما بعد آخر، خصوصا بعد التجنيد السياسي الذي أصاب أهلنا من أهل السنة في البحرين بمصيبة كبرى، لأن هؤلاء حلوا في أراضيهم وشاركوهم في كل شيء، مع أن البلاد لا تحتمل ذلك، ولا حاجة للبلاد في الغرباء الذين يأتون بعنوان الحفاظ على أمنها. الأمن يحفظه أهله، الأمن يحفظه الأحرار، الأمن البلاد واستقرارها ثابت ومتحقق وحاصل، وهؤلاء الطغاة هم الذين يهددون هذا الأمن.